الله الرحمن الرحيم. المرة الماضية بدينا في موضوع الليبيدز والديترجنتس بشكل أساسي، بدينا نتعرف على الترايجليسرايدز، وقلنا إنه الترايجليسرايدز من شغلتين، من جليسرول اللي هو بيمثل جزء الألكهول، وفاتي أسيدز. واضح؟ هدول لما بتحدوا مع بعض بيعملوا عندنا إيش؟ التراي جليسرايدز. لو عملنا هيدروليسيز، تكسير للترايجليسرايد بصوديوم هيدروكسايد، بنحصل على جليسرين وفاتي اسيدز. الان الفاتي اسيدز عرفناهم انهم كاربوكسيليك اسيدز عاديه، يعني فيهم مجموعه سي او او اتش، لكن السلسله اللي موجوده فيهم بشكل عام سلسله طويله، وبذلك بيغلب عليهم جانب النون بولاريتي، وبالتالي بصيروا بيدوبوا في المذيبات العضويه بشكل عام. الان لو بدنا نتعرف اكثر على الفاتي اسيدز، بنقول الفاتي اسيدز في منهم فاتي اسيدز ساتيوريتد. واضح؟ معنى ساتيوريتد انه موجود فيهم ولا دبل بوند، فيش فيهم دبل بوندز، وفي انساتيوريتد فيهم دبل بوند او اكثر. واضح؟ فيهم دبل بوند او اكثر. الان بشكل عام الفاتي اسيدز اللي موجودين في الزيوت وفي الدهون بيكونوا عدد الكربونز اللي فيهم عدد زوجي، يعني حتلاحظوا لما نتعرف عليهم حنبدا من 12 14 16 18 20، مش حنحكي عن 13، مش حنحكي عن 15. واضح؟ هذا بيرجع حقيقة إلى فكرة تحضيرهم في الجسم، إنه هي فكرة مضاعفات اثنين، يعني بيكون في عندي اثنين بيجيهم كمان اثنين بصيروا أربعة، كمان اثنين بصيروا ستة، كمان اثنين بصيروا ثمانية، فزيادة اثنين اثنين اثنين. ولذلك لو بدنا نقول إنه عدد الكربونز في الفاتي أسيدز أود ولا إيفن، الجواب إيفن. واضح؟ الآن المشهورين منهم اللوريك اسيد بنسميه اللي فيه 12 كربون، بعد هيك ميريستيك اسيد 14 كربون، بلميتيك اسيد هذا من البالم يعني زيت الايش؟ النخيل، بلميتيك اسيد 16، ستيريك اسيد اللي هو حامض دهني 18، واراكاديك اسيد اللي هو ايش؟ 20. يمكن لما تسمعوا كلمة ستيريك تضل في مخكم تخربط لها مع كلمة تانية محم تاني، ستريك أسيد. ستريك أسيد مرات اللي بيكون مش متعود على الكلام بيخلطوا الكلمتين ستريك ستيريك، بصير يخربطهم. ستريك أسيد حمض الليمون، حمض الليمون وسترونين ليمون. واضح؟ الان ستيريك حمض دهني، الستريك اسيد حامض ثاني بشكل معين، في ثلاث مجموعات كاربوكسيليك اسيدز مش موضوعنا. فلما نقول ستريك غير عن ستيريك، ولذلك انتم لما تكونوا تقراوا المكونات ضلكوا ميزوا عن الشغلتين عن بعض. يعني لو بتقراوا مثلا في مادة أغذية على سبيل المثال مع شوية دروبس للزور لإشي زي هيك، يمكن تلاقوا ستريك أسيد حمض ليمون، لكن لو بتقرأوا في شامبوهات وغيرها وغيراتها يمكن تلاقوا ستيريك. فستيريك شيء وستريك شيء. الستيريك أسيد is a fatty, is a saturated fatty acid in fact containing 18 كربون اتومز. واضحه الفكره؟ الان لاحظوا لو اطلعتوا على الميلتنج بوينت لهذه المركبات 44 58 63، يعني كلهم ايش؟ سوليدز ان برينسيبل. الان لو انتقلنا على الانساتيوريتد اسيدز اللي فيهم دبل بوندز، لاحظوا لو اجينا في عندي دبل بوند واحدة بتبدأ على الموقع تسعة على كربون تسعة، بصير الحامض اسمه أوليك أسيد. الآن لو في عندي تنتين دبل بوندز بعد هيك
لينوليك أسيد. لو في عندي ثلاثة دبل بونز لينولينيك أسيد، لينوليك لينولوني لينولينيك، واضح؟ هنا دبل بوند واحدة، تنتين ثلاثة. الآن بالنظر إلى الميلتينج بوينت لهدول المركبات، لاحظوا معي اللي فيه اللي فيش فيه دبل بوند، يعني هدول كلهم 18 كربون أتوم، 18 18 18 والستيريك 18. انتبهي معي، خليني أتنفس وبتكمل. الستيريك أسيد كم كربون أتوم؟ 18. الأوليك 18. اللينوليك 18. اللينولينيك 18. إذا خلصنا من سؤال كل ما زاد، كلهم 18. الآن لاحظوا معي، هنا ما فيش عندي دبل بونز. بعد هيك كانت الميلتينج بوينت 70، بعد هيك صار عندي 1 دبل بوند، نزلت ل 13. صار عندي 2 دبل بوندز، نزلت لناقص 5. صار عندي 3 دبل بوندز، نزلت لكم؟ لناقص 11. إذا بنقدر احنا نستنتج انه كل ما بيزيدوا الدبل بوندز اور as the unsaturation increases، يعني كل ما بيزيد عدم التشبع الميلتينج بوينت بتصير اقل. كل ما بيزيد عدم التشبع كل ما الميلتينج بوينت للفاتي اسيد بتصير ايش؟ اقل. طبعا هذا الكلام بحاجه الى تفسير. ليش الساتوريتد فاتي اسيدز ان جنرال له ميلتينج بوينت عاليه، الانساتوريتد منخفضه؟ لاحظوا هنا السبعين معناه على حراره الغرفه تبعتنا احنا، معدل حراره الغرفه 25 30 سوليد. الان ال 13 في الجو تبعنا اليوم حيكون سائل، لانه الحراره 25 عندنا، فهو لما بنصار عند 13 اذا هذا سائل، الناقص 5 اكيد سائل، الناقص 11 سائل. يعني كانه بنقدر ناخذ معلومه جديده انه الانساتوريتد they are liquids، يعني انصهار او انخفاض نقطة الانصهار تبعهم خلاهم liquids. الساتوريتد they are solids، الساتوريتد they are solids. الان هذه القصة جديرة ان نكون احنا متوقفين عندها. خلينا ناخد اذا شوية معلومات تساعدنا نفسر هذا الكلام. اول اشي، most fatty acids are unbranched، يعني الفاتي اسيد سلاسل غير متفرعه، سلسله طويله، واضح؟ فيش فيها برانشينج. and contain an even number of carbon atoms، فيهم عدد الكربون اتومز عدد ايش؟ زوجه. الان الانساتوريتد اسيدز، اول ما ابدا اقول دبل بوند، كلمه الدبل بوند ارتبطت بذهني بسيس وترانس او زد واي. Unsaturated acids usually have the cis or Z configuration. الانساتوريتد بيكون الكونفيجريشن فيهم ايش؟ Z. يعني ال H's بيجوا على جهة والكربونز على جهة ثانية. الآن they have lower boiling points than the corresponding saturated ones. شفنا من خلال القيم انه الانساتوريتد نقاط الانصهار تاعتهم اقل من ايش؟ اقل من الساتوريتد. ممتاز. الان بنيجي للسؤال الاول، ليش هدول سوليدز والتانيين ليكويدز؟ اطلعوا معي، لو تخيلت انا هذا شكل التراي جليسرايدز، يعني هذا الجزء الجليسرين وهذا الاشي الزهري هو الاكسجين، وبعد هيك في عندي ثلاث سلاسل طويله، سلسله تنتين ثلاثه. الان هذه السلاسل لما تكون مشبعه، لما تكون مشبعه بشكل عام بنتخيلها بهذا الشكل المستقيم. الان لاحظوا كيف شكل المركب هو شكل منتظم. طالما المركب الشكل تبعه منتظم، معنى ذلك انه الجزيئات بتيجي فوق بعضها بشكل جيد، تترتب فوق بعضها في الحالة الصلبة، وهذا اللي بيخليها تكون ايش؟ سوليدز. الان لو فقط واحدة من هدول صار فيها دبل بوند، يعني لو كان عندي
الترايجليسرايد، بديش اقول الثلاثة فيهم دبل بونز، خلينا نقول هذه ساتيوريتد وهذه ساتيوريتد واحدة بس قولي تكون فيها دبل بوند، والدبل بوند اللي بدها تكون فيها ايش بدها تكون؟ سيس. حتصير بهذا الشكل، اطلع من عند هان، هاي السيس اللي موجود فيها، هاي الدبل بوند وهذا الجزء، هاي هانا كاربون وهانا كاربون على نفس الجهة. هذا الشكل عمل ايش فيها؟ انثناء. واضح؟ الان هذا الانثناء حافظ على الشكل المنتظم للجزيء ولا بطل الجزيء منتظم؟ بطل الجزيء منتظم. ولذلك لما تيجي الجزيئات بدها تنحط فوق بعض في السوليد لاتس في الشبكة عشان تكون المركب الصلب، ما بتقعدش فوق بعض جيدا، تكونش متراصة فوق بعض البعض، فالمادة بتحول إلى إيش؟ إلى ليكويد أو بتنخفض نقاط انصهارها. ولذلك هينا احنا انا شفنا السبيس فيلينج اند سكيماتيك موديل اوف جليسريل، التسميه بناخذها تراي بالميتيت، هذا من البالميتيك اسيد، يعني كم كربون؟ 16 اللي متذكرين. هذا المشبع ايش ماله؟ كان ريجولار، كان منتظم، بينما لاحظوا معي هنا هذا اللي فيه بس واحد غير مشبع، في دبل بوند راح الانتظام. الان تخيلوا انه لو اكثر من واحد في دبل بوند، تخيل لو هذا في اكثر من دبل بوند وكل دبل بوند فيهم صار اشبه بايش؟ لا صار اشبه حقيقه، صار اشبه حقيقه بالفكره اللي اخذناها لما درسنا الالكينز، التشين الكينز والبرانش الكينز، وقلنا انه التشين ذي هاف هاير بوينينج بوينت وميلتينج بوينت ذان البرانش. ليش؟ لانه البرانش اصبح شكلهم زي ايش؟ زي الكره، بطلوا منتظمين فوق بعضهم البعض. واضح؟ لما اخذنا قلنا مين له البوينينج بوينت اعلى، التشين ولا البرانش؟ ليش؟ لانه البرانش بطل شكله منتظم، الفكره بالانتظام. الان هذا اللي فيه دبل بونز نفس الفكره زي البرانش، يعني لاحظوا انه لو كان هنا في برانش مش كانت حتعمل هيك وتقضي على الانتظام اللي كان موجود؟ الان هذا الكلام اللي عملته ايش؟ الدبل بوند. فالبرانشنج بيقضي على الانتظام، ووجود السيس دبل بوند بهذا الشكل ايضا قضى على الانتظام. فالفكره العامه في الحالتين لما نقول انه للالكينز بشكل عام انه البرانش they have lower boiling points and melting points because they are irregular. الان هنا الترايجليسرايدز that contain unsaturated fatty acids they have lower boiling point and melting point because they are irregular. من وين اجت الirregularity اللي فيهم عدم الانتظام؟ من وجود الدبل بوند والسيس كونفيجريشن اللي موجود فيها. واضح؟ الان هذا الكلام بيفرق عندي وين؟ بيفرق عندي وين؟ الاويلز هاويفر ار ليكويد، بصير في عندي شيء اسمه بالمطبخ خلينا نقول شغلتين، بصير في عندكم زيت، زيت القلي، زيت عباد الشمس، زيت الصويا اللي بتسموه سيرج، هذا ليكويد، وبصير في عندكم صلب السمنه والزبده. ملاحظين انتم؟ هذول بايش بيفرقوا ببعض؟ السمنة والزبدة ساتيوريتد، الزيت اللي فيه الدبل بونز، الزيت اللي فيه الدبل بونز، وعشان هيك صار ليكويد. اويلز هاويفر ار ليكويدز بيكوز ذي كونتين لوور بيرسنتج اوف انساتيوريتد، هاير بيرسنتج عفوا، هاير بيرسنتج اوف انساتيوريتد فاتي اسيدز. اذا لو بدنا نقول مين اللي فيه الدبل بونز، الاويل ولا الفات؟ السمنه والزبده بنقول عنهم فات، الزيت والسيرج زيت الزيتون والسير بنقول عنهم ايش؟ اويل. الاويل هو اللي فيه الدبل بونز، والدبل بونز هي اللي خفضت ايش؟ نقطه انصهاره. الان لاحظوا معي انه انتم تعلمتوا كيمياء، انه انتم تعلمتوا كيمياء، اتعلمتوا انه الدبل بوند ممكن نعملها ايش؟ هيدروجينيشن، نعملها سنجل بوند.
الآن لو عملت لهذا المركب هيدروجينيشن، هذا زيت، عملت هدرجة له، شو بصير؟ بصير سوليد، بصير سمنة. فالسمنة تنتج من هدرجة الزيوت. بس حطوا هنا هيدروجين وهيدروجين، هذا صار ساتيوريتد، فحولت الأويل إلى فات، صير السمنة والزبدة. واضحة؟ إذا وين بتيجي بالضبط فكرة الهدرجة؟ الهدرجة بتحول السائل إلى صلب. في ناس بيحبوا الشغلات الصلبة يتعاملوا معها. هيدروجينيشن، واضح؟ تعلمنا أنه الهيدروجينيشن على الدبل بوند بيحول الدبل بوند إلى سنجل بوند. هاي الانساتيوريتد صار ساتيوريتد، معنى ذلك الليكويد إيش صار؟ سوليد، لأنه غير المنتظم بسبب الدبل بوند سيصبح منتظم بعد أن تذهب الدبل بوند. وضحت الفكرة؟ ما بنعملش عمليات عكسية، العملية اللي موجودة الهدرجة مش العكس. لا لا، السمنة لما بتكويها تصير سائل حطوها على النار، صيحوها على النار، هذا تسخين اسمه، بس أنا بحكي على هدرجة. واضح؟ الآن هنا بتجيني مشكلة جديدة، هنا بتجيني مشكلة جديدة، وانتبهوا لها جيدا، انتبهوا لها جيدا لأنها مشكلة خطيرة. الآن زي ما اتفقنا إحنا إنه الزيوت بشكل عام فيها دبل بونز، والدبل بونز إيش الكونفيجريشن فيها؟ سيس. الآن لو يا ترى نتيجة عمل كيميائي أو عمل إنساني أو تسخين زائد السيس اتحول لترانس بالحرارة، إحنا قلنا بالوضع الطبيعي بتحولش، يعني حرارة الغرفة بدون تفاعلات كيميائية بدون تسخين السيس ترانس آر نوت انتركونفيرتابل إيزي. ليش؟ لأنه الدوران حوالين الدبل بوند صعب مش سهل، لكن بالتسخين أو بعوامل كيميائية ممكن تتم العملية؟ ممكن، بالذات بالتسخين. طب وين إحنا بنسخن أكتر إشي؟ لما نقلب السيرج. الآن قال يا مرة واحدة زي ما بتقلوا بيضة مش مشكلة، تحطوا زيت زيتون والبيضة دقيقة وعلى الماشي، لكن الناس اللي بيقلوا بالسيرج 10 مرات البطاطا والفلافل، معنى ذلك انه مع التسخين نسبة كبيرة جدا من السيس ممكن تصير ايش؟ ترانس. الان الترانس كومباوندز ار كارسينوجينيك، الترانس مسرطنين، ملاحظين؟ ولذلك يحذر من القلي المتكرر في الزيوت. يعني مش شطارة انه ربة البيت والله بتقلي مرة مرتين ثلاثة 10، او الناس اللي بيشتغلوا في الشوارع او المطاعم بيقلوا 10 مرات. ما هو كل ما احنا قاعدين بنسخن على السيرج وكل ما بنقلي فيه بزيادة، كل ما بنحول دبل بونز اكتر نتيجة الحرارة من سيس الى ترانس، كل ما بصير الانسان طبعا هياخد مع الاشياء المقلية زيوت كمان. وهذه الاشياء فاتي اسيدز، انتبهوا معي، فاتي اسيدز with trans bonds are carcinogenic، مسرطنين. ولذلك يعني اكثر من مره والثانيه ما تجربوش تقلوا، انما انه الزيت بينقلي فيه ايام وليالي، كل هذا الكلام يعتبر كلام ايش؟ خاطئ. الان لاحظوا معي انه برضو عمليه الهدرجه، برضو عملية الهدرجة عملية كيميائية بنحول فيها إحنا نسبة كبيرة من الدبل بوندز إلى سينجل بوندز. يعني قاعدين إحنا نحول دبل بوند إلى سينجل بوند. هذه الدبل بوند اللي إحنا بنحولها سيس ولا ترانس؟ سيس. الآن هذه الهدرجة لما بنحكي عن زيت مش زي مركب كيميائي، يعني مش عملية سهلة، عادة ما بتتمش على كل الدبل بوند، لكن بتعمل نسبة كبيرة منهم. واضحة الفكرة؟ الآن في هذه الأثناء بعض السيس دبل بوندز بضلهم سيس، يعني ما بيصلهم مش الدور إنهم إيش؟ إنه يصير لهم هدرجة، وبعض السيس منهم بتحولوا إلى ترانس، وبالتالي بتصير الهدرجة
أيضا عاملة مشكلة، مش من منطقة إنه هي حولت الدبل بوند إلى سينجل بوند. يعني لو إنه هي بشكل نظيف ودقيق ومتقن حولت الدبل بوندز إلى سينجل بوندز، يعني حولت الزيت إلى سمنة، ما فيش مشكلة. لكن المشكلة إنه هذه الهدرجة غالبا بتكون غير كاملة لحد معين، بضل شوية سيس بوندز، ونتيجة التفاعل الكيميائي بعض السيس بوندز بصيروا ترانس. واضح؟ ولذلك اليوم صار يعني في دول معينة يجبروا الشركات المصنعة انه تعمل فحوصات، وانه على نفس الزبدة وعلى نفس السمنة تكتب قديش نسبة الترانس فيها. والمواطن لازم يعرف، اقل تقدير انتوا الان كمتعلمين، انه كل ما نسبة الترانس بتزيد كل ما المركب بيكون ايش؟ اخطر، كل ما المركب بيكون كارسينوجينيك. واضح؟ الان بنيجي لكيف يا ترى بنسمي الترايجليسرايدز. خلينا ننتبه لشغلة، انهم الترايجليسرايدز عبارة عن جليسرول، صح؟ حامل كم فاتي أسيد؟ 3. الآن الترايجليسرايدز نوعان، عطول أي واحدة بتقدر تقولي شو النوعين؟ ممتاز. ممكن يكونوا متماثلين، يعني فيهم نفس الفاتي أسيد. واضح؟ يعني 14-14-14 مشبع، أو 16-16-16 مشبع. وممكن يكونوا غير متماثلين، صارت الأفكار شبيهة بأشياء أخذتوها، زي لما أخذنا الإيثر متماثل وغير متماثل، زي ما أخذنا الأنهيدرايد متماثل وغير متماثل. كمان الترايجليسرايدز ممكن يكونوا سيمبل يعني متماثلين، أو ميكس. ميكس يعني مخلطين، يعني يكون هذا 16 هذا 18 هذا 18 في دبل بوند. واضح؟ الآن أكيد لما بدنا نسمي، لو كانوا متماثلين حنذكر اسم الفاتي أسيد لمرة واحدة، ولو كانوا غير متماثلين بدنا نذكر إيش؟ الثلاث أسماء اللي موجودة. مش هذه لازم تكون الفكرة العامة؟ الآن بشكل عام ككومون نيم، وخلينا نبدأ بالكومون نيم للمتماثلين. لو كان الفاتي أسيد الـ12 اللي هو اللوريك أسيد، تمام؟ بنسمي المركب تراي لورين. تراي لورين، واضح؟ إذن من الأسيد لوريك بحط إيش؟ لورين، تراي لورين. طيب لو كان ستيريك، تراي ستيرين. يعني لاحظوا معي، كان الأسيد الأصلي لوريك، لما عملت منه التراي جليسرايد ضفت كلمة تراي، هذه اجت جديدة، اللاوريك خليت منها لاور وحطيت لها ايش؟ حطيت لها ان بدل اك، ان تراي لاورين. طيب من الستيرك المتماثل تراي ستيرين، من الأوليك المتماثل تراي أولين. واضح؟ تراي أولين. ولاحظوا على طول طبعا حيبين معكم كيف التراي لاورين مثلا الميلتينج بوينت له، لأنه كل الفاتي أسيدز تبعته مشبعة 45. هذا التراي ستيرين 71. الآن لو سألت واحدة منكم، ليش التراي لاورين 45 والتراي ستيرين 71؟ السلسلة أطول، الموليكولار ويت، الكلمتين صح، التنين مشبع مشبع، بطل التشبع هو الفارق، فقط طول السلسلة. لكن لما أنا اجيت 18 و18 وحطيت 3 دبل بونس، يعني خصام 6 هيدروجينات، مش المشكلة بفرق الموليكولار ويت، يعني 6 وحدات في جزء كبير زي هذا في الموليكولار ويت ما سموه مش فرق. لكن المشكلة حقيقة لما أنا
بنزل هذا 18 وهذا 18 الاولين ال 18 في 1 دبل بوند. لما بنزل من 71 ل 4 هذا مش نتيجة تغير الموليكولار ويت، هذا نتيجة وجود الدبل بونز. ليش؟ لأنه وقت لو بدي أجي هنا بدي أعمل هذه الدبل بونز زي هيك وزي هيك، بعدين هذه زي هيك وزي هيك، بعدين هذه صار إيش؟ زي كرة. الجزء وقتها بده يصير زي كرة. كيف بده يكون منتظم في السوليد ستيت؟ واضحة الفكرة؟ فلما بدي أقول ليش التراي أوليين، لو بدي أجي أسألكم التراي أوليين have lower melting point than tristyrene because of the presence of the double bonds or because it is unsaturated. واضح الفكرة؟ وهذا وجود الدبل بوند أو الانساتوريشن خلاه ريجولار ولا الريجولار؟ الريجولار. بطل منتظم، بطل زي حجار الطوب المنتظمة كيف بتصف فوق بعض بشكل قوي، بينما حجار مش منتظمة بتضل إيش؟ توقع. أو ألعاب الأطفال اللي بيسموها الليجو. الآن موضوع الهيدروجينيشن أوف فيجيتابل أويلز حكيناه، قلنا إنه إحنا ممكن ناخد الأويل ويصير إيش؟ زبدة أو سمنة بالهيدروجينيشن، تحويل الدبل بوند الى سنجل بوند. هذا الكلام بيرفع الميلتينج بوينت، بيحول الليكويد الى سوليد. الهيدروجينيشن عاده بيتم في وجود الهيدروجين ونيكل كاتاليست وهيت، لكن هناك خطوره مصاحبه للهيدروجينيشن. شو هي؟ تحويل بعض السيس بوندز الى ترانس، يعني التحويل من السيس الى ساتوريتد او من دبل بوند الى ساتوريتد هذا ما فيش فيه مشكله، لكن كتفاعل جانبي بعض السيس بصير ترانس، هنا توجد المشكله. الان مره ثانيه نرجع للسيمبل اند ميكس ترايجليسرايدز اللي هي المتماثله وغير المتماثله. اتفقنا احنا انه المتماثل بنعطيه اسم كومون نيم تراي ستيرين، يعني هذا 18 اذا ايش الحامض تبعه؟ ستيريك ستيريك ستيريك، فالمركب تراي ستيرين. طيب لو كنا بدنا نسميه ايوبك، يعني تراي ستيرين از ا كومون نيم. وانا مرات بجيب لكم سؤال في الامتحان، بجيب لكم سؤال في الامتحان تراي ستيرين is also called or the ايوبك نيم of تراي ستيرين is. الان عشان نجاوبه صح احنا قلنا التراي جليسرايدز they are ايسترز. ايسترز صح ولا لا؟ كيف انا كنت اسمي الايستر؟ خليني اتذكر كيف انا كنت اسمي الايستر. هاي اللي بدي اكتب ايستر عشان واحدة تذكرني. كيف هاي ايستر؟ شايفينه اللي على اللوح؟ واحدة تسميه جزء الكحول في الاول، مثل هاي جزء الكحول، وبعدين جزء الحامض. انتوا بدكم تشايبوني ومن قلة دراستكم بنزويك اسيد، الايستر بنتهي بنزويت، مثل بنزويت اسيتات بيوتانويت. هذا مثل ايش؟ بنزويت. اذا تسمية الايستر، لاحظوا لانكم بتحاولوا تحفظوا الكيمياء كرموز بتتغلبوا. لو انكم حفظتوا الكيمياء انه تسمية الايستر مجموعة الكحول في الاول بعدين الاسيد منتهي بايت، إيثيل أسيتات، مثل بنزويت، فينيل بيوتانويت، صح ولا لا؟ طيب الآن كويس، لو إجيت على هذا، شو هو جزء الكحول فيه؟ الجليسرين. وشو الأحماض؟ الستيريك أسيد. مش هذا الحامض وهذا الكحول؟ ولا لا؟ إيش أول إشي بنذكره؟ جزء الكحول. جليسرين جليسريل، والستيريك اسيد ستيريت، لكن لانه في عندي منه ثلاثه بقول جليسريل تراي ستيريت. اذا انا نفس منطق تسميه الايستر، الكحول
في الأول وبعدين النهاية 8. وحطيت التراي لأنه عندي كم حامض؟ ثلاثة. إذن هذا هي جزء الكحول اللي فيه. في واحدة منكم ملخومة كتير عشان الكحول مرسوم على اليمين مش على الشمال. المهم نذكر الكحول في الأول كيف نرسمه، مش مشكلة. واضحة الفكرة ولا لا؟ وضحت؟ يعني هذا لو كنت راسمه بالعكس إيش برضو حسميه؟ واضح؟ شايف هيك ناس مرات بهمش بيغرق وبشبر مية. يعني اتعودتوا انتوا انه هذا نعمله زي هيك او يبدو معكوس. الان لما يرسم زي هيك وين جزء الكحول؟ مثل وين جزء الاسيد؟ هيو مثل بنزويت. خلاص يعني الفكرة مش انه بدهم يبينوا هدول معكوسين دائما، لا لا مش هذه الفكرة. حسب طريقة الرسم يذكر جزء الكحول اولا ثم جزء الحامض منتهي بالنهاية ايه. ولذلك هذا هيك ايش بدنا نسميه؟ مثل بنزويت. دكتور بيشيلنا في هذا الرسم مش بس تسميه؟ اكيد اكيد طبعا. ليش ما يجيكيش ارسمي؟ نرسم كل هذول الكربونات. بترسم شو وراكم؟ انتوا دافعين رسوم بدكم تتعلموا. واضح؟ تسمية الايستر، تسمية الايستر ببساطة انه تذكروا جزء الكحول بعدين جزء الحامض منتهي بالنهاية ايش؟ ايت. فهذا صار جليسريل تراي استيريت. هذه فهمناها. طيب لو كانوا الاحماض الان مختلفين، يعني صار عندي اللي انا بسميه ايش؟ ميكس تراي جليسراي. مرة تانية هحط في الاول جزء الكحول. اذا هنا هذا الجزء الكحول، هي الجزء اللي جاي من الكحول جليسريل مش مختلف عليه. الان الاحماض بدي اذكرهم مرتبين 1 2 3. طبعا حتقولوا لي اذا عرفنا واحد بعده بنقول 2 3، يمكن تصير المشكله عندكم انه هذا واحد بعدين 2 3 ولا هذا واحد بعدين 2 3. واضح؟ يعني المشكله ان اذكر واحد، بعد ما اذكر واحد لازم امشي فيهم ايش؟ مرتبين. الان ببساطه بنقول الأصغر والأكثر تشبعا هو اللي بنحطه نمرة واحد. يعني لما أنا بدي أختار وين نمرة واحد بدي أختار الأصغر منهم والأكثر تشبعا. يعني لو لقيت هنا 16 وهنا 18 مشبعين الاثنين، مين بدي أحطه؟ 16. الآن لو لقيت هنا 16 وهنا 18 وكمان هذا مشبع، 16. الآن بعد ما حط ال 16 بمشي فيهم بالترتيب. واضح؟ ولذلك هدول لو أنا إجيت اطلعت ال 16 بالميتك أسيد، ال 18 المشبع استيريك، ال 18 اللي فيه دبل بوند أوليك. لما أنا بدي أسميهم بقول جليساريل، بعدين باجي على البالميتك بالميتو، بعدين على الاستيريك استيرو، بعدين على الأوليك أوليات، بحط إيت في النهاية. لاحظوا معي إنه الأوليك، إنه الأوليك الأو تبعته عليها إيش؟ نقطتين. طبعا على الكمبيوتر ممكن تلاقوا الأو اللي عليها نقطتين وممكن إنه ما تلاقوهاش. الآن لو ما لقيتوهاش الأو اللي عليها نقطتين اكتبوها إيش؟ او اي، ولفظوها او اي، فهي او مماله الى الكسر. يعني بمنطق التجويد هي او مماله للكسر، والاي اللي عليها نقطتين اي مماله للكسر، واليو اللي عليها نقطتين مماله للكسر كمان. ولذلك لما الالمان بيقراوا هذه الكلمه قول لاحظوا الفك كيف بينزل لتحت، إمالة للكسر. مر عليكم الإمالات ولا لا؟ لا كانوا يلغوا كله النسر. ولا في عندنا ولا إمالة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم؟ طيب نسريها
هي عمالة واحدة، لكن روحوا على روايات تانية زي مثلا الكسائي وغيره وغيراته، كله إمالات. واضح؟ في القرآن الكريم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، ما تقولوش مجريها، هذه صارت كسر كامل، هي ألف ممالة للكسر، بسم الله مجريها ومرساها. طبعا عند غير حفص عن عاصم معظم بيقرأوا بسم الله مجراها، برجعوها مجراها ومرساها، بحطهم زي ما. فهذه قول، هذا قوليك، قوليك بتكون الفك يكون ميل للكسر، او تقرأوها ايش او اي، او نقرأها او اي. اذا سهلة التسمية، بدي احط جليسرين، واذا كانوا زي بعض بحط تراي والحامض ايه، واذا كانوا مش زي بعض بدي اذكر الثلاثة، حقول مين بدي ابدأ، واحد وبعدين اثنين ثلاثة، الواحد هو الاصغر والاكثر تشبعا. يعني لو اجينا اطلعنا على هذا المثال، نتطلع في عندنا هنا ستيريك أسيد، وهنا بلميتك أسيد، وهنا أوليك أسيد. الآن أنا بطلع على الأطراف، أنا مقارنتني من وين بدي أبدأ، من هذا الطرف ولا من هذا الطرف؟ واضحة الفكرة؟ الآن اطلعوا من هذا الطرف، أوليك 18 غير مشبع، هنا ستيريك 18 مشبع، 18 و18 مشبع وغير مشبع، من وين بدي أبدأ؟ 18 مشبع. ولذلك هذا المركب لما أنا بدي أسميه شو حأسميه؟ إجليساريل، بعدين بسيب فراغ، مش قلنا في الإيستر بنسيب فراغ زي إيثيل فراغ أسيتيت، إجليساريل فراغ، استيرو بالميتو أوليت. واضح؟ الآن تخيلوا لو إجاكم سؤال، إجليساريل بالميتو استيرو أوليات، وإجليساريل استيرو بالميتو أوليات، يعني عكس التنين فيهم، حطيت فيهم الثلاثة، هذا بيبدأ بالميتو بعدين استيرو بعدين أوليات، هذا بيبدأ استيرو بعدين بالميتو أوليات، هدول إيش بيكون العلاقة بينهم؟ They are surely isomers. فيش نقاش انهم isomers. الان اي نوع من الايزومرز؟ الان اطلعوا معي، هايهم ثلاثة، واحدة تشوفهم كبرا الكيمياء، برا الكيمياء، مش هاي الجليسرول وهي حاملهم الثلاثة، حاملهم الثلاثة ازرق احمر، يعني قربوا يصيروا زي علم فلسطين، ازرق احمر اسمر. الآن لما عملتهم هيك أحمر أزرق أسمر، غيرت إشي فيهم ولا نفس المحتوى؟ إذن they are isomers. أي نوع من الايزومرز؟ أطول structural. البوندينج تغير، مواقع الارتباط تغيرت، هذا كان شابك في أول كربون الأزرق والأحمر في الثانية، الأحمر صار في الأولى والأزرق في الثانية، different bonding بزام different bonding. إذن structural isomers. different bonding تبعها كمان شغلة different names. واضح؟ عشان هيك لاحظوا، واحد كان اسمه جليساريل بالميتو ستيرو أوليات، الثاني جليساريل ستيرو بالميتو أوليات. الآن هذول أخذوا different names ولا لا؟ طالما different names إذن they are structural isomers. الستيريو isomers كانوا ياخذوا نفس الاسم، يفرقوا بس في البادئه في الانانشو مارز ار ولا اس ولا كذا، وفي الدايستيريو مارز سيس او ترانس او زد او اي، سيم نيم، وكانوا ياخذوا ديفرنت ديسكريبتيف، البادئه اللي بتوصف الشكل الفراغي مش سميناها ديسكريبتيف، البادئه الار او الاس او الزد او الاي او السيس او الترانس، لكن لهم نفس الايش؟ نفس الاسم. الان لاحظوا معي، لو قلنا لكم درو ذا ستراكشر فور اجليساريل تراي ميريستيت، اللي هو ميريستيك اسيد ال14 موجود عندكم، بدكم تحطوه. ربما من الاخطاء اللي كثير الطلاب بيخطئوها، انا بديش اتعبكم عند اللزوم تكونوا حافظين انه ال12 هالقد
لا انا بكتب لكم والله البالميتك بين قوسين بحط لكم 16، الاستيريك بين قوسين بحط لكم 18، بس بدي اشوفكم كيف بتطبقوا. من اكثر الاخطاء اللي بيقعوا فيها الطلاب لما نقول لهم ارسموا الترايجليسرايدز، عارفين ايش؟ انه بيجوا الجليسرول بيبدوا منها نصيضه بالبوند او، بعدين بحطوا او بكملوا. اطلعوا كيف الشكل الصحيح، الاوهان هذا جزء الكحول، هذا جزء الحامض. الجليسرين هو المتصل بالاو العاديه السنجل بوند، بعدين الصيده بالبوند او، مش العكس. هذا من الاخطاء الشائعه لما نقول للطلبه ارسموا لنا تراي جليسرايد، بيروحوا بيرسموا لي اياه معكوس. واضح؟ على اي حال بهيك تقريبا بننهي اليوم. بكره اجازه عيد العمال، بعرفش وقتيش بيكون عيد الطلاب، عيدنا يومه نجاحنا.